بعد نجاح محطة الحوار الداخلي على المستوى الوطني، واللي كان محطة حقيقة حاول فيه كل المشاركين من أجل إعطاء قراءة جماعية للمشهد السياسي، للحظة اللي فيها واحد الزخم كبير منذ الحكومة الأولى إلى اليوم. أيضا واحد التعامل الجماعي مع المتغيرات سواء الوطنية والدولية، بالإضافة أيضا واحد اللحظة حقيقة اللي جات حقيقة هي كهدية وكعرض لحزب العدالة والتنمية، من أجل أيضا أن يفتح نقاش حول واحد المسار بين أصوله ومذهبيته ومرجعيته الإسلامية، وكونه حزبا يشكل رقما صعب في المعادلة المشهد السياسي، ومجموعة من المتغيرات اللي طفات في هذه الممارسة، وبالتالي تفتح هذا النقاش أيضا على المستوى عدة مستويات، وبالتالي توسيعه اليوم على المستوى المجالي سيغني أولا هذا النقاش، وهذا رهان أساسي لأن تم إغناء النقاش وعشنا على المستوى في الندوات الوطنية الحمد لله واحد الصورة حقيقة كاملة لحزب العدالة والتنمية، وهو يعطي الجواب الجماعي لاختلافات من الطبيعي أن تكون، لأنه حزب حي دينامي متحرك كاين مناضليه اللي كيحركهم، والغيرة على الوطن، الغيرة على تدبير الشأن العام، ونفس الشيء كنراهنوا عليه وغيكونوا بدا في الجلسة الأولى كيف ما شفتوا. كان الحمد لله واحد النقاش بمستوى كبير من النضج، بمستوى كبير من الصراحة، بمستوى كبير من إعلاء المصلحة العليا للوطن، والمصلحة العليا أيضا من أجل وكذلك الرقي في تدبير الشأن العام، وأيضا انخراط نضالي كبير من المناضلين على المستوى المجالي.